كلام طيب والله. وفي بعض الاشياء تحتاج اتخاذ قرار سريع. شوف احنا في ايام مباركه ودائما احنا بدايه البرنامج ده نحث على وقفه يتام حائل التابع جمعيه الرفاق معنا هنا. كل يوم نتكلم ونقول ترى والله ما يدخل في جيوبنا شيء، نتكلم من حرص. اليوم انت ما اتخذت قرار صحيح في انك تتصدق عشان مالك هذا يكون شافع لك يوم القيامه، يكون يعتقك من النار لك ولوالديك ولاحبابك، ترى انت الان عدم اتخاذ القرار هذا هذا في منع خير عنك انت. من الاشياء اللي لابد ان نتخذ القرار فيها. شوف امور الخير كلها كبيره، لكن يوم جيبك احنا عمل خير فيه اوجه بر كثيره، في كفاله يتيم، في اسعاد مسلم، في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، في اجور عظيمه، في وفاء، في غيرها من الامور الكثيره. كانوا الناس اللي فازوا بالاجور اتخذوا قرار. البغي سقط كلب، ترى اتخذت قرار، راحت وخذت الماء وسقت الكلب دخلت الجنه وهي بغي زانيه. رجل ازاح شوك عن طريق المسلمين، ترى هو ماشي شاف الشوك وغيره يمكن قبله جو يشوفون ذا الشوك على الطريق ما شلوه، بس هو اتخذ قرار صحيح فبنى الله له بيتا في الجنه. ممكن معجلين وهو ريض، يا سلام عليك. والرجال متاني يشوف وش اللي له وش اللي عليه. انا بس مجرد اني اتخذ قرار معناها الان انا قاعد اكسب اجور عظيمه. عندنا وقفه ايتام حائل عندهم 4500 يتيم ترعاها هذه الجمعيه. من والله حتى لو راح خاله وخاله ما عنده القدره الماليه عطوا خاله فلوس والارامل وكسوه العيد وغيرها من مشاريع حج وعمره قراءه. شفت كل الاشياء يقولون اهم شيء المستفيد اللي عندنا في الجمعيه يعيش في حياه سعيده مثل ما يعيشون ابنائنا. بيتهم خربان يرممونه، الاجار يسددونه، كل شيء مو بس طعام وشراب. فاحنا اليوم اتخذنا قرارات في حياتنا لابد ان احنا نسارع في الخير اكثر من قراراتنا العاديه الدنيويه. ولا يا ابو هذا شيء شوف الاجر او كفاله اليتيم صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ انا وكاله اليتيم كاتبه رسول شهاد غير ذا الشهاده غير ذا الكلام. اليتيم انا اللهم لك الحمد والله اني ما اذكر اني ما اسوي في اليتيم ولا اسوي في الفقير ولا في المحتاج اني اشوف ردها من الله. الله اكبر. اي والله اني اشوفها في نفسي لاني في وظيفه لاني في، لكني اي شيء اسويه للمحتاج ولا اسويه لا خاص اليتيم اني اشوف رد. الله اكبر الله اكبر. اني اشوف رد حتى لو انها من محبه الناس. الله يسخر لك محبه الناس وتقديرهم لك وهم يعرفونك. يا سلام ابو سعد هذا القرار في امور الخير تحتاج تلقى في ليله مباركه في عشر هذه ما يبغى لها استشاره. شفت على طول كل المعطيات موجوده. هذا يطول عمر السلامه. احنا كلنا نسعى في ذا الحياه لاجل واحد اما انه يلقى له وظيفه ولا يلقى له رزق من الله سبحانه وتعالى ولا يرزقه بذريه ولا يطول عمر السلامه مثل ما تقول طامح لشيء يبغاه ومعينه. لكن ذي كلها خلها على جنب، فكر لقيتك في القبر والتحاسب. يمكن هذه الصدقة أو الشيء ذا اللي بتحطه في عمل خير يمكن ينجيك من عذاب القبر. الله أكبر. يمكن ينجيك من أشياء واجد. الله أكبر. مثل ما تقول الزانية اللي سقت كلب ودخلت الجنة وهي زانية، ما بالك أنت شخص مسلم وهو كلب، ما بالك بإنسان يتيم. الله أكبر. أمور واجد. الله أكبر. يا سلام. إحنا عندنا في وقفة إيتام حائل تاج عند الرفاق عندهم المتجر الإلكتروني، وهذا المتجر قالوا مقبلين على العيد. إحنا في أيام مباركة، تخيل إنك أسعدت يتيم وتصدقت وفاء لشخص سواء حي أو ميت وأسعدته وخذت الأجور العظيمة وفي ليالي مباركة وفي شهر مبارك تبي تهدي واحد، بنعلمك طريقة التبرع في هذا المتجر كيف تهدي. فبنشوف إحنا وياكم هذا الفيديو القصير وراجعين. سهلناها عليك. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق تتيح لك الفرصة في أن تهدي من تحب سهما في وقف أيتام حائل. كل اللي عليك اتباع الخطوات التالية. أولا ادخل إلى متجر جمعية رفاق من خلال جوجل أو المسح على باركود المتجر. ثانيا اضغط على خيار تسجيل الدخول. ثالثا من الصفحة الرئيسية للمتجر اختر إهداء وقف. رابعا أضف مبلغ التبرع وسيكون كهدية لمن تحب. خامسا اختر وسيلة إرسال الهدية. سادسا اكتب رقم الجوال سيصلك رمز تفعيل. سابعا اذهب إلى السلة واختر عملة إتمام الدفع. ثامنا اختر أحد وسائل الدفع لإكمال عملية الإهداء. وهكذا سترتقي الهدايا إلى أن تكون صدقة جارية لمن تحب. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا حياكم الله.
بعد ما شفنا هذا الفيديو انا اشوف والله فعلا ما في اي فرصه انك تتأنى في هذا القرار. امور الخير الله سبحانه وتعالى قال عنها: وسارعوا وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. هنيئا لمن تصدق في هذه المباركه، واسعد احبابه واسعد الايتام اللي يحتاجون منا الوقفه خاصه في هذه الليالي المباركه.